حرب ووباء وارتفاع في أسعار الاحتياجات المعيشية، وفوق هذا كله يتم قطع رواتبهم طوال 5 سنوات. فكيف يواجهون متطلبات الحياة أمام أسرهم بينما أيديهم خالية وعاجزة عن توفير سبل العيش وضرورة البقاء؟ مطالبهم بصرف مستحقاتهم لم تجد أذانا صاغية، لكن أصواتهم رغم القمع لم تتوقف عن الحفر في قلوبهم. لا يزال موظفو الدولة يعيشون ظروفا صعبة، خصوصا المعلمين والأكاديميين الذين قطعت رواتبهم تحت أعذار كثيرة، ابتداء من ما تسميه الميليشيا بالصمود ومواجهة العدوان، وصولا إلى ما تسميه الشرعية بالعجز وقلة الحيلة. عن الحملة التي أطلقها موظفون في القطاع الحكومي للمطالبة بصرف مرتباتهم سيكون موضوع هذه الحلقة، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. ومعنا المتحدث باسم المجلس الأعلى لنقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية الدكتور منصور القدسي الذي يحدثنا من عدن. مرحبا بك دكتور منصور. اهلا وسهلا بكم، ونشكر قناة بلقيس على الاستضافة لهذه القضية الإنسانية، كما نرحب بمشاهدي قناة الدافع المحافظ الوطني. اهلا بك، نورتنا دكتور. الان انتم بداتم باطلاق حمله للمطالبه بصرف المرتبات المتوقفه، حدثنا عن هذه الحمله، عن طبيعتها والى اين وصلتم؟ طبعا اود ان اوضح بدايه ان هذه الحمله هي احدى ثمار النشاط والحراك النقابي الذي بداناه في عام 2016 قطاع الرواتب، حيث تصدر المجلس الاعلى لنقابه التدريس والجامعات الحكوميه مشهد الاحتجاج والمطالبه بصرف رواتب موظفي الدوله في مناطق سيطره جماعه الحوثي. وكانت الجامعات هي اول من اعلنت الاضراب والاحتجاج على قطع الرواتب، وكنا في قياده المجلس بصدد تشكيل لجنه اقتصاديه لإعداد رؤية اقتصادية لمعالجة صرف الرواتب من خلال إعداد دراسة علمية لتحديد حجم الإيرادات التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثي وتحت سيطرة الحكومة الشرعية. وبدأنا بهذه الخطوة، وبدأنا نوسع تحالفنا المقابل لتأسيس طرف ثالث لتحقيق الجانب الاقتصادي، لكن للأسف لم نجد استجابة من النقابات المماثلة كنقابة المعلمين ونقابة الأطباء. كنا تعرضنا لحملة إرهاب منظم من قبل جماعة الحوثي، وتعرضنا لتهديدات وارتداء مسلح لوقف حراكنا النقابي، فاضطرينا حفاظا على مكانة الجامعات وأن نستخدم استراتيجية النفس الطويل مع جماعة الحوثي وسلطة الأمن الواقع في العاصمة صنعاء، واتجهنا إلى عدن للضغط على الحكومة الشرعية لصرف رواتب منتسبي الجامعات. أثمرت جهودنا النقابية بعد عامين في عدن، ومنذ أن تم تعيين الدكتور معين عبد الملك الذي يحسب له الاستجابة الفورية لمعاناة الأكاديميين ومنتسبي الجامعات، وبدأ باتخاذ خطوة لصرف نصف راتب كمرحلة أولى، واستمر هذا الصرف لمدة 6 أشهر بصورة منتظمة في عام 2019، وما أدري إلى توقفه هو القرار الميليشياوي الذي اتخذته جماعة الحوثي بعدم التعامل مع العملة البديلة، وأدى هذا إلى توقف الرواتب، وإضافة إلى وجود إشكالات في مسار المفاوضات، حيث لم توظف الأمم المتحدة. نعم دكتور منصور، قبل الحديث عن نعم، لو أردنا التوسع قليلا في نقطة العملة الجديدة والإشكالية التي أحدثها الحوثيين في مناطق سيطرتهم، أنت تحدثت أن كان هنالك استجابة وأنه بدأت صرف الرواتب للمدرسين والمعلمين في مناطق الشرعية، ماذا بالنسبة لمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي؟ حتى قبل موضوع وإشكالية العملة الجديدة كانت الرواتب لا تصرف، وأيضا ما هي توجهات النقابة الآن لحل هذه الإشكالية العملة الجديدة؟
طبعا الميليشيا كانت تصرف رواتب كل 6 أشهر أو كل 4 أشهر، فلم نعول عليها الضغط باعتبارها باعتبارنا كقيادة مجلس نعرف مشروعها التدريبي في إحدى الجامعات. فحفاظا على مكانة الجامعات وبقاء زملائنا في 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 مواصلة دورهم التنويري ونشر ثقافة التعايش في أوساط الشباب وصناعة الحياة في مواجهة صناعة الموت، تحملنا كل الضغوط واتجهنا بكل دخلنا على الحكومة الشرعية، وكما أسلفت أثمرت هذه الضغوط والحراك النقابي على صرف النصارى الراتب الذي استمر لمدة 6 أشهر. أما ما يتعلق بقرار العملة فهذا القرار ناتج عن ضعف الأمم المتحدة في الضغط على طرفين من ناحية تحييد الجانب الاقتصادي، كون مسار المفاوضات وخاصة باتفاقية السويد. تم الاتفاق على تحييد الجانب الاقتصادي ودع كل الإيرادات المسيطر عليها من طرفي النزاع لفرع البنك المركزي في الحديدة ليتم صرف رواتب موظفي الدولة بأثر رجعي. المؤسف أن الأمم المتحدة لم تستخدم كل نفوذها ولم تراعي الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به موظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا. أيضا نحن في المجلس خاطبنا الأمم المتحدة أكثر من مرة، أيضا كان لدينا موعد لمقابلة المبعوث الأممي عبر مكتبه في صنعاء، لكن للأسف المكتب اعتذر في اللحظات الأخيرة لعدم سماح وقت المبعوث لمقابلة وفدنا النقابي. فالمشكلة باعتقادي هي تكمن في ضعف الأمم المتحدة أو في تماهيها مع طرفي النزاع وعدم الضغط بجدية من أجل تحييد هذا الجانب الإنساني الذي يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لكون كل حروب العالم لم تشهد أن يتم إيقاف رواتب موظفي الدولة في أكثر المناطق خطورة وأكثر الحروب تدميرا واشتعالا. فالأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكبرى نظرا لضعفها ولتجاهلها معاناتنا ومعاناة الموظفين اليمنيين. نعم وصلت الفكرة دكتور منصور. النخبة الأكاديمية. نعم وصلت الفكرة دكتور منصور، أعتذر على المقاطعة ولكن لدي لستة طويلة من الضيوف والأكاديميين والدكاترة الذي سيكون معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك دكتور منصور القدسي المتحدث باسم المجلس الأعلى لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية. شكرا لك دكتور منصور. مشاهدينا الكرام معنا الاتصال هذه المرة من معنا الدكتور عبد الله صالح وهو أستاذ جامعي بجامعة دمار. مرحبا بك دكتور عبد الله، مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور عبد الله، حدثنا كم هي المده التي بقت منقطعه فيها الرواتب، كيف تتدبرون اموركم المعيشيه في ظل انقطاع الرواتب المستمر؟ بالنسبه للمده الزمنيه التي انقطع فيها الراتب تبلغ 4 سنوات وتزيد ويزيد عن ذلك، وللأسف الشديد من حيث المعاناة فهي قد بلغت أقصاها، بل على مستوى الأكاديمي اليمني والموظف اليمني بشكل عام. فالأكاديمي يعيش في دائرة ضيقة الآن من الجوع والمرض والحزن بسبب انقطاع المرتبات، ونحن نعتقد أنها مؤامرة مقصودة تستهدف إذلال الأكاديمي اليمني وجهله وإسكاته والموظف أيضا بشكل عام، خصوصا وأن الفترة الزمنية الحالية يعني حرجة بسبب الإشكاليات السياسية الدائرة في اليمن. يا عزيزتي أساتذة الجامعة إذا ما تحدثنا عنهم يعني بالتأكيد هم صفوة المجتمع وهم الأكثر أثرا في تشكيل الوعي أو النتج المعرفي للمجتمع. هؤلاء الأكاديميون من هم من ألف عشرات الكتب ونشر عشرات الأبحاث العلمية. هؤلاء اليوم يعيشون في حالة بؤس وشقاء وقهر وإذلال،
هؤلاء افنوا اعمارهم بالتحصيل العلمي خدمه الوطن والعيش بكرامه، وفجاه تفلت الوطن بين ايديهم وتحولت حياتهم الى كابوس. لقد اصبح الاكاديمي اليوم امام خيارين صعبين، الخيار الاول اما مغادره الوطن فرارا من المساوئ والآهات الموجوده في الداخل، واما ان يصمد ويعتزل الحياه ليعيش في غربه داخليه تقضي عليه. المعاناه كبيره ولا يمكن ان نتصورها، بل بلغت الى ان بعض الاكاديميين الكبار اضطروا لبيع بعض الاثاث المنزلي لشراء كسرات من الخبز لابنائهم، وهذه معاناه كبيره لا يمكن ان يتخيلها الانسان خارج المجتمع اليمني. إذن ما هي خياراتكم المتاحة الآن دكتور عبد الله؟ هل سيكون هنالك تنسيق مع بقية القطاعات لمثلا القيام بعصيان مدني؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامكم للضغط في هذه الحملة؟ الخيارات أمامنا كثيرة، لكن للعلم نحن اليوم لم نعد نطالب بالحرية، ولم نعد نطالب بزيادة المرتبات، ولم نعد نطالب بالعلاوات، ولم يعد لدينا اليوم أحلام، فقد نريد مرتباتنا المقفولة بالقانون والدستور لكي نعيش بكرامة ونحافظ على ما وجوهنا من الإذلال. لكن للأسف الشديد نحن نعلم اليوم أننا بلا دولة، نحن في جمل لا دولة، ولذلك ندرك أن المهمة صعبة جدا. فلو كانت لدينا دولة لأدركت أن العقول التي لا تكرم في أوطانها تهاجر، وعندما تهاجر يكون إنتاجها لمن يكرمها. لو كانت لدينا حكومة وشرعية لوعت أن أقل الشعوب قيمة هي أقلها علما وعلماء، ولذلك نحن لا نعول كثيرا على الحكومة، بل هي بلا مسؤولية. ولو كانت لديها إرادة سياسية لعرفت واجبها الدستوري والقانوني والوطني من زمان. اليوم تعويلنا الكبير على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية المختلفة في الضغط على التحالف وأطراف الصراع للاتفاق على آلية مشتركة تحيد المرتبات عن الصراعات السياسية والعسكرية. القضية اليوم لم تعد قانونية فقط، بل هي أصبحت إنسانية بالدرجة الأولى. فهناك أكثر من مليون موظف يمني ومن ورائهم الملايين يتضورون جوعا من 4 سنوات. الحملة إن شاء الله ستستمر إلى أن نصل إلى حقوقنا، وسنصعد من الإجراءات والخطوات ولن نيأس إن شاء الله. وكما يقول المثل اليمني، ما ضاع حق ووراءه مطالب. نعم دكتور، نتمنى لكم التوفيق، كل التوفيق، ونحن معكم. دكتور عبد الله صالح استاذ جامعي بجامعه دمشق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، معنا الان الاستاذه نهله القرشي، هي تربويه وناشطه حقوقيه تحدثنا من صنعاء. مرحبا بك استاذه نهله، مساء الخير. مرحبا، اهلا بك. نور، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذه نهله. نشكر قناه بلقيس على تعاونها معنا اعلاميا. نحن نعرض قضيتنا على القناة، ونرجو أن توصل، يعني صوتنا يوصل للعالم، لأنه صراحة هذه سادس سنة وإحنا بلا رواتب. نعم، تقريبا هي فئة المعلمين والأكاديميين ربما الفئة الأكثر تضررا منذ بداية الأوضاع من ناحية انقطاع الرواتب وعدم انتظامها. هنالك مثلا فئة القضاة، موظفي شركات النفط، مستمرة رواتبهم، بينما الأكاديميين بالضبط. برأيك لماذا هذه النظرة للكادر التربوي في اليمن؟ الكادر التربوي هو صراع وقضية مهملة تماما. حكومة عدن وحكومة صنعاء مش راضيين يصرفوا للتربويين او الأكاديميين، لأن المشكلة هنا أنه طبعا حكومة صنعاء تقول بأنه مكلفة برواتبكم حكومة عدن، لأن هي اللي نقلت البنك المركزي وتكفلت أن تصرف لجميع الموظفين. هذه عذرها. عدن طبعا مش راضين نطالب حكومة عدن، يقولوا حكومة عدن أنه ما بنصرفش الرواتب إلا تحت سيطرتنا، مش تحت سيطرة الحوثة،
لان الحوسه ما يوردوا لناش اي شيء من واردات الدوله حقهم. تمام. صرنا قضيه مركنه وقضيه مهمله تماما. ما فيش حتى اي تحرك بحقنا قضيه حق الرواتب. لكن اذا وصلنا لطريق مسدود، ليش حكومه صنعاء ما تدفع نص الراتب وحكومه عدن تدفع نص الراتب؟ ويحلوا ويعملوا انقاذ للشعب. احنا معاناتنا وصلت لدرجه ما حد يتصورها. احنا فينا التربويين من وصل لحاله الانتحار، في عندنا تربويين، في عندنا الاستاذ جلال طرد من داخل صاحب البيت، طرده الان وصل لمرحله الجنون الاستاذ جنان طبعا، وهو مدرس معروف بين زملائه بعقلانيته، لكن الظروف هذه صعبه علينا، صعبه جدا. ونشوف انه ما فيش اي حلول. احنا طبعا لجنه البحث عن الراتب والحافز عملنا وقفات امام الامم المتحده، وعملنا وقفات امام اليونيسف، عملنا حوالي اكثر من وصلت ال 20 وقفه. كان مطلبنا انه يصرفوا رواتبنا مثل ما صرفوا للصحه، مثل ما صرفوا لبعض دكاتره الجامعه، مثل ما صرفوا للقضاء. يعني احنا طالبنا انهم يصرفوا لنا مثل ما صرفوا لهذه الهيئات. هل كان هنالك اي تجاوب لهذه التحركات التي تحدثت عنها سيده نهله؟ هل تم التواصل معكم من اي جهه؟ هل تم التضامن معكم من اي جهه؟ احنا طبعا لما عملنا الوقفات هذه قدمنا مذكرات، قابلنا المبعوث هناك اللي باليونيسف، قابلنا المبعوث اللي في الامم المتحده، لكن ما لقينا صدى للوقفات. يعني يقولوا هذه اصلا سياسه، واحنا اصلا مش مختصين بالراتب على قولتهم. لكن اقول انه ضغط اممي، مثل انتم ما قدرتم توفروا وتصرفوا لرواتب الصحه، ليش ما تضغطوا على الحكومتين انهم يصرفوا لبقيه الموظفين حق الدوله؟ رسالة توجهها أستاذة نهلة، وخصوصا للشرعية كونها تحمل راية الشرعية وتتحدث باسم جميع المواطنين في كافة المناطق. أيوة، يعني أنت كأمم متحدة قادرين يضغطوا على الحكومتين. إذا مثلا وصلنا لطريق مسدود زي اللجنة الاقتصادية واللجنة هذه حق واردات الحديدة، ما وصلوش لحل. طيب ايش الحل برايكم؟ مش معقول 6 سنين احنا نستمر من غير رواتب ولا يتم انقاذ الشعب والمواطنين. لازم يكون هناك حل. اذا وصلوا الى طرق مسدوده فانتم يا حكومه صنعاء اصرفوا نص الراتب، يا حكومه الشرعيه اصرفوا نص الراتب الى ان تسدوا. نعم، اذا استاذه نهله تعملوا هذه القضيه هذه انكم تهملوها، والمعاناه هذه حق الشعب ما نلاقيش صدى لا بداخل اليمن ولا خارج اليمن، هذا لا يمكن. لازم هذه مساله انسانيه. نعم، وصلت الفكره. شكرا لك. والمواطنين. شكرا لك يا استاذه نهلة القرشي، تربويه وناشطه حقوقيه، حدثتينا من صلاح. شكرا جزيلا لك يا استاذه نهلة. معنا الان الدكتور احمد عبد الله، نائب العميد للدراسات العليا بكليه التربيه جامعه اب. مرحبا بك يا دكتور احمد، مساء الخير. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بك، مساكم الله بخير. دكتور احمد، كيف هو وضع الاكاديميين في اب؟ ربما لا يختلف كثيرا عن بقيه المناطق، كيف تدبرون اموركم المعيشيه في ظل هذا الانقطاع الطويل للرواتب؟ والله بدايه نشكركم في قناه بلقيس، لانه اخذتوا جهد كبير في القاء معاناتنا على الملأ، ونشكر كل المنابر اللي ممكن تاخذ المنوال بطريقكم، يعني على اساس ايصال رسالتنا للجميع. حالنا ووضعنا كاكاديميين في الجامعات منذ ان تم نقل البنك الى عدن وتوقفت المرتبات حال مزري للاسف الشديد. كما طرحوا زملائي من قبل، لا اكرر نفس الكلام، يعني وصل الوضع سيء جدا لدرجه انه معظم زملائنا فيه منهم من قضى نحبه. يعني بعد ما يوصل الانسان الى درجه ما يلقى اشياء ياكل اولاده، الضغوط النفسية والأمراض فتكت بالبعض، توفوا الله يرحمهم. البعض منهم الآن مصاب بجلطات، يا مسلمين، يا شرعية، يا لجان ثورية، يا يمنيين. نسأل الله أنه
يهديكم لإيقاف الحرب وإيقاف الصراع والنظر للمجتمع اليمني قبل أن ينتهي. أيضا في من زملائنا الأكاديميين كثير بلغت عليهم الديون غرقوا فيها. يمكن معظم الأخوة الزملاء في الجامعات الأكاديميين معظمهم لا يقل عن 5 مليون ديون عليهم، إلا إذا كان واحد معه ابن تاجر ولا ابن قيادي مسؤول ولا يعني معه عمل حرفي مهني آخر، هذا شيء آخر. لكن معظمنا الذي لا ما معنا مجال للدخل إلا مرتباتنا غرقنا ديون. فالضغوط النفسية والأشياء هذه، رغم هذا الحال الذي وصلنا إليه من مرض وعدم وجود ما نكتاته مع أطفالنا إلا ما يصلنا جزئيات نسدد بها إيجارات وما شابه ذلك، إلا أننا ملتزمين في أعمالنا لأن هذا وطننا وبلدنا، ونحمل المسؤولية بصراحة من الأمم المتحدة ورئيس الشرعية الذي نقلوا البنك ولم يستطيعوا الإيفاء بتعهداتهم عندما قالوا سنصرف للجميع المرتبات. كنا قد بدأنا مع النقابات وتحركوا مع الدكتور معين عبد الملك وبدأ يخطى خطوات، بدأوا في صرف مرتبين أو 3 أنصاف من عدن، توقفت لأسباب مماحكات سياسية ما لناش علاقة فيها بين المتصارعين الطرفين للأسف الشديد. إحنا كموظفين سواء كنا في الجامعات أو في القطاع التربوي، كما لا ننسى زملائنا وإخواننا العاملين في الميدان مثلنا في القطاع التربوي تابعين وزارة التربية والتعليم، هذا عمل منظم مستهدف داخليا وخارجيا لهدم التعليم في اليمن. توقيف المرتبات على الأساتذة والمدرسين في الميدان التربوي والأكاديميين والموظفين في الجامعات الحكومية، هذا يعني حرب على التعليم في اليمن، ولا تبنى أمة إلا بالتعليم. ما الهدف من ذلك يا دكتور؟ نتمنى من كل المنابر أن تقف معنا لمساندتنا لإيصال مطالبنا حتى تتحقق، وهو شيء بسيط كفيله الدستور والقانون وهو عبارة عن مرتب. نعم دكتور، أنت لست الوحيد الذي كرر هذه الجملة، ربما حرب على التعليم في اليمن مؤامرة مقصودة على الأكاديميين والتربويين في اليمن. برأيك لماذا هذا الاستهداف على التربويين والأكاديميين في اليمن؟ والله عملية تجهيل، يعني سواء كان مشروع داخلي أو خارجي، المؤامرة الأجنبية تعرفي أنه موقع اليمن موقع استراتيجي متميز، إمكانيات اليمن إمكانيات ضخمة من الثروات، ممكن يكون هذا البلد بلد عملاق إذا توفرت البنى التحتية والعلمية بالذات والأبحاث العلمية وإنتاج، سيكون دولة عظمى. لكن للأسف الشديد أن السياسيين يبدو عليهم أنهم لم يدركوا هذا الشيء وذهبوا للصراع وأتوا بفرص للأعداء إقليميا ودوليا لتحطيم كياننا في هذه الدولة التي أصبحنا فيها كأن نحن غرباء داخل أوطاننا للأسف الشديد. نعم، وأيضا ليبقى جيل جاهل يستطيعون جميع الأطراف اقتياده إلى الجبهات بكل سهولة. شكرا لك الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، نائب العميد للدراسات العليا بكلية التربية جامعات إب. مشاهدينا معنا الآن الأستاذة حنان السفياني من صنعاء، أستاذة تربوية. مرحبا بك أستاذة حنان، مساء الخير. حياك الله أختي. أهلا بك حنان. أنتم الآن في هذه الحملة للضغط على صرف المرتبات، ما هي الخيارات الآن المتاحة؟ ما هي الخطوات القادمة؟ هل كان هنالك أي تجاوب؟ هل كان هنالك أي تضامن من أي أطراف سواء محلية أو دولية؟ يا أختي إحنا طبعا أول شيء بالبداية أشكر قناة بلقيس نيابة عني وعن جميع الكادر التربوي، لأنها القناة الوحيدة التي تعتبر إن هي القناة الوحيدة التي تسلط الضوء على هذا المأساة اللي إحنا عايشين فيها. يعني أتمنى من كل القنوات كانت تكتفي بقناة بلقيس وتتفاعل مع قضيتنا، لأن قضيتنا تعتبر قضية إنسانية يا أختي، مش أي قضية عادية، قضية موت، قضية حياة مئات الآلاف من التربويين. فأشكركم كثيرا، وأقول لك طبعا احنا كنا في عنا يعني حاولنا نفعل وقفات امام اليونيسف امام الامم المتحده، اجتمعنا لكن ما لقيناش التجاوب اصلا، ما فيش من يوصل صوتنا للخارج،
من يعني يتكلم عن ناس في كل مكان في العالم. لو القنوات مثلكم يعني اخذت قضيتنا بعين الاعتبار وكونها قضيه انسانيه، يعني اين الضمائر؟ لا حد يعني ينظر الينا اي نظره رحمه. اين يذهب هذا المعلم؟ المعلم يا اختي كم افنى حياته، زهرت حياته وهو يعلم ويربي. المعلم هو الذي ربى يعني وعلم هذا الرئيس، هو الذي علم الوزير، هو الذي علم الدكتور والمهندس وكل الموظفين. ما الذي علمهم؟ من اين اخذ التعليم؟ الا من ظهر وتعب وشقاء هذا المعلم. يعني الان يجازى بعد ان بذل كل ما في وسعه، الاجازه والاجمال يموت كثيرين، اما ما تجي له ذبحه صدريه، ما يجي له جلطه، لانه تفكيره من اين ياتي بقوه لعياله؟ من اين يعني صارع طول اليوم لياتي لقمه عيش؟ لهذا لاولاده يصغرون جوعا، يعني يكفيهم يعني تعبه اليد. كثير لا اقول لك يعني الكثير من كثره الهم ومن كثره يعني احساسهم منهم. والله يا اختي انهم احرقوا انفسهم، منهم من يعني انتحروا، منهم من تجننوا، خلاص يعني اي يصير. ارى اطفالي يكون امامي، ماذا اقول؟ ما كان معاهم يا اختي الا الدخل الوحيد هو الراتب. الان قطع الراتب، ياتي صاحب بقاله او صاحب بيت يقول له خلاص اخرج برا انت واولادك للشارع. يعني ما مش معك فلوس ما بعلك. نسيوا ان هذا المعلم كان يعيش في كرامه، كان يعني يعلم اولادهم. لا احد ينظر الى هذا المعلم باي نظره اعتبار. اختي طبعا اقول لك المأساة يعني متواليه، خاصه بعد ان جائحه كورونا، يعني جاد لا ما استطاع المعلم ان يكفي اولاده قيمه علاج لاي مرض عاد. فيعني كيف تدخل ايضا جائحه كورونا؟ طيب الان احنا حاولنا بقدر الامكان الان في حملتنا هذه في الفيسبوك في التويتر في كل ما استطعنا ان نصل اليه كي نطلب رواتبنا كرامتنا. احنا ما بنستجديش من احد او يعني صدقه من احد، هذا حقنا، هذه كرامتنا، هذه حقوقنا اللي يعني تصرف لجميع الناس لجميع الموظفين في كل الدول. سوريا هناك حرب طاحنه لكن لم يتطرقوا نهائيا لمساله الراتب، لم يدخلوها في صراعاتهم او مناكفاتهم، كل واحد يلقي بالمسؤوليه على الاخر. لا انتم في حكومه، انتم الان في نطاق الحوثي ما ندي لكم شيء، انزحوا اتركوا بيوتكم اتركوا اين النزاح يا اختي؟ اين التفكير؟ ولدنا فيها بلادنا، ولدنا في مناطق دي. لسنا لنا ذنب ان احنا نعلم الابناء اذا حق رواتبنا. طيب يا اختي الان هل يعني جزاءنا يرضوا لنا للمعلم ان يموت ويجوع ويجنن ويتبهذل ويتهلش؟ ماذا فعل المعلم؟ لان منهم يعني هذا بالعكس، المعلم هو الشريحه اللي به فعاله في المجتمع، الشريحه اللي تبني اللي تعمر افضل من كل الموظفين، ليس انه هو اساس المجتمع. لماذا هذا التعنف على المعلم؟ ماذا فعل لهم؟ اريد يعني حتى شيء بسيط، لكنهم يصرفوا الان للكبار ما في حال، يصرفوا ليش في جامعه صنعاء عادي، يصرفوا ليش للدكاتره، لكن يوصلوا لعند المعلم هذا وبس وقفوا هنا. هذا المعلم يموت عادي، ينتهي، انتهوا هو واولاده، شيء لا يخسر. طيب المعلم الان نظر لاخر شيء كان له بصيص امل في اتفاقيه السويد، اخر اتفاقيه عقدت. كان لنا بصيص امل، قلنا ربما سبحان الله قد فيها اشراف من الامم المتحده، من اليونيسف، كثير منظمات اشرفت عليها وكنا يعني كان املنا كبير. نفاجئ انه الكل تنصل وكل واحد يا اختي اخذ من الاتفاقيه ما يناسبه مصلحته. ما يناسب يعني اللي بيشتي، اما حكايه الرواتب هذا يعني ركنوها كما هي مركونه طول 5 سنين. يعني انا انظر يعني اقول اين الضمائر؟ اين الانسانيه؟ استاذة حنان شكرا جزيلا لك، اعتذر عن المقاطعة ولكن لدي ضيوف ايضا منتظرين على الخط تتحدثين بحرقة بالغة، وصلتنا هذه الحرقة وربما نتمنى ان تصل ويستوعبها جميع الاطراف. وكما قلت واختصرت كل الحديث، الراتب حياة، كيف سيعيش الناس ان كانوا لا يستلمون رواتب؟ من اين سيقومون بإعالة اهاليهم واطفالهم؟ شكرا لك استاذة حنان السفياني، كنت معنا من صنعاء استاذة وتربوية. معنا الان فهد الضلعي استاذ جامعي بجامعة دمر، مرحبا بك دكتور فهد الضلعي. مساء الخير. مرحبا بكم. اهلا بك دكتور فهد. الله يمسيكم بكل خير. دكتور رسالتك في هذه الحملة لمن توجهها؟ من يتحمل مسؤولية هذه الإشكالية المستمرة؟
يا عزيزتي، احنا الان هذه الحملة دامت بعد ان وصلنا الى حد لا يطاق، الى عدم القدرة على مواصلة عملنا ومسيرتنا الأكاديمية في بلدنا، وأصبحنا عاجزين تماما عن أداء أو توفير أو الإيفاء بأبسط الاحتياجات لنا ولأسرنا وكذلك لطلابنا في الجامعات وفي جميع الكليات بمختلف تخصصاتها. أختي العزيزة، نحن كشريحة في المجتمع أو في الشعب اليمني لم تؤثر بنا الحروب وويلاتها بقدر ما تأثرنا أو بقدر ما أثر فينا ما يعانيه علماؤنا وعظماؤنا من إقصاء وتجويع وامتهان وسلب حقوق. فقد أصبح الأكاديمي في هذه الأيام عاجزا تماما تماما في أو عضو هيئة التدريس أصبح عاجزا تماما، وأصبح يزدري شهادته وأكاديميته عندما أصبح عاجزا عن إقناع أبنائه وأبناء شعبه بأن العلم هو أساس بناء الحضارات وأساس قيام نهضة الشعوب، في الوقت الذي يروه هذه الأبناء أو يرونه أبناءه عاجزا عن تلبية أبسط الاحتياجات أو توفيرها له لنفسه ولأسره ولا يمتلك أدنى مقومة الحياة. عزيزتي، هذا المطالبة أو هذا المناشدة، إحنا الآن أصبحنا وكما قال زملائي السابقون أصبحنا الآن إحنا في زمن لا دولة، يعني من نناشد، من نطالب، من سيتحمل أو من سيتكلم أو يتكلف بتلبية مطالبنا أو بالنظر إلى حقوقنا؟ هذا هذه حقوقنا انتزعت، هذه نحن وكأننا مبسوطون في هذه العملية منذ بدأت الحرب ومنذ 5 سنوات. عزيزتي، هناك الأصعب والأمر، من هم الآن في السنة الخامسة لم يتم تسوية أوضاعهم، نحن وأنا واحد منهم لا نستلم سوى 20,000 ريال، ولك أن تتخيلي معاناتنا بهذه 20,000، ماذا سنوفر بها؟ ماذا ستفي هذه 20؟ كم أو ما هي المطالب التي ستوفرها لي هذه 20,000؟ أنا وهناك الكثير والكثير من أعضاء هيئة التدريس الذين أنهوا دراستهم في الخارج وعدنا لبناء وطننا أو عدنا لتقديم رسالة حملنا بها لبناء هذا الوطن ولتعليم أبناء شعبنا، إلا أننا وجهنا بهذا وسطنا بالواقع الذي نحن الآن فيه والذي نحن الآن نعيشه ب20,000 ريال. عضو هيئة التدريس لا يمتلك غيرها أو لا يجد أي سبيل آخر للحياة أو للعيش في ظل هذا الوضع وفي صعوبة هذه الظروف، ومع هذه الجائحة التي لا يعلم مدى انتشارها وفتكها في هذا الشعب المغلوب على أمره إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أوكلنا أمرنا إليه فهو حسبنا ونعم الوكيل. نحن لم ندخر أي جهدا عزيزتي، فقد طالبنا في صنعاء، طالبنا في عدن، تابعنا نقابتنا، حملت أو حملنا نقابتنا كل الأمور، يعني أمور المتابعة، أمور التواصل مع الحكومة سواء في صنعاء أو في عدن، ولكن دون جدوى ودون فائدة. إذن لم يتبدلنا سوى الله، وسنستمر أو سنصعد ولنا أيضا استمرار ولنا أيضا تصعيد في قضيتنا هذه، ولا بد من إيصالها ولا بد من أخذ حقوقنا، فالراتب حياة والراتب هذا كما أخذ منا لا بد أن يعاد لنا، فنحن أصحاب نعم وأصحاب ونحن الشريحة الأهم في هذا المجتمع يا عزيزي. أتمنى أن تصل أصواتكم دكتور. أو علينا تنوط بنا الكثير من المهام، نسأل الله أن يهدي هؤلاء اللي هم مش عارف اللي هم. وهذه دعوة إلى كل الصحفيين، إلى كل الناشطين، إلى كل المتفاعلين في كافة مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل معكم في الحملة وعمل ضغط شعبي للاستجابة لمطالبكم. شكرا لك دكتور فهد الضلعي، كنت معي، أنت أستاذ جامعي بجامعة دمار، شكرا جزيلا لك. معي الآن الأستاذ محمد حسن البدري، هو تربوي من صنعاء. مرحبا بك أستاذ محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا يا أختي. نعم أستاذ محمد تفضل. أشكر في البداية قناة بلقيس الفضائية على طرقها مثل هكذا المواضيع، وكذلك أدعو الإعلام الوطني إلى الاهتمام بمثل هذه
المطالب التي يعانيها الموظف اليمني عامة والمعلم خاصة. أولا استخدام مرتبات الموظفين كورقة حرب من أطراف الشرطة منذ سبتمبر. نعم. مأساة كبيرة وانتشار الفقر في شريحة المعلمين والموظفين. نعم. وأدى ذلك إلى حدوث مأساة كبيرة ولا توصف إلى تعرض أسر إلى التشرد وضربها من منازل الإيجار. كذلك موت المعلمين المرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة لعدم قدرتهم على شراء العلاج. وكذلك حدوث حالات طلاق مخيفة في أوساط الأسر التي يعولها معلمين أو موظفين لعدم قدرتهم على الإنفاق. هذه المظالم كلها نتجت عن جهل إداري من أطراف الصراع وعدم مسؤولية من الشرعية، عدم مسؤولية كونها المعترف بها دوليا. فكان الأحرى بها ازدياد واجبات الدولة نحو المواطنين. المعلم اليمني في مناطق مرتب منذ 2012. المعلمين اليمنيين تعرضوا لأبشع الإضطهاد، العمل بدون مرتب، لا يدري أي الأمور يوصف. المعلم اليمني لم يجد حتى الأكل، بعض المعلمين يأكلون من صناديق القمامة في المدن. المعلمين يعيشون في العطارات، في عطارات الطرق لقرضهم من عمارات الإيجار. كثير من المشاكل. طردنا أبواب الدولة يعني في صنعاء، وعملنا وقفات في أمام اليونيسف وأمام الأمم المتحدة. طالبنا المبعوث الأممي الذي ما انتعين في اليمن مارتن غريفيث حتى وعد بأنه سوف ينظر بقوة إلى الحالة الإنسانية التي يعانيها الموظف، إلا أنه أغلق المرتب نهائيا وغيبه من الشرطة. أطلب من أطراف الصراع في اليمن الرجوع إلى العدل وإنصاف مواطنين. أطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص التدخل من أجل صرف مرتبات الموظفين اليمنيين المقطوعة منذ 5 سنوات في ظلم لم يسبق له في التاريخ مثيل، كما أضاف الضمانات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف معنا لإجبار الأطراف في دفع مرتباتنا. أطلب من كل الحقوقيين والنشطاء الحقوقيين في الإسهام والمشاركة في الحملة المليونية لمطالبة المرتبات. أشكر دعواتكم الطيبة في برد هذا الموضوع، وأتمنى من الإعلام الوطني برد مثل هذه المواضيع. نعم سيد محمد، هذا واجبنا، ونتمنى أن تصل أصواتكم هذه المرة. من المنطقي أن يطالب الناس بالحوافز، بالإضافي، بالمكافآت، ولكن هذا الراتب الأساسي كيف سيعيش الناس إن كان لا يتم صرف رواتبهم، ولا يتم التعذر بالظروف التي تمر بها البلد، ربما ليبيا وسوريا والكثير من الدول العربية التي تمر بمثل هكذا ظروف منذ سنوات ولم يتم قطع الرواتب على الناس. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حسين البدري تربوي من صنعاء. معنا الآن ابتسام الزيلعي وهي باحثة في عضو في هيئة تدريس في جامعة عمران في المغرب. مرحبا بك. مرحبا أستاذ أمل. أهلا بك أستاذ ابتسام، وأسأل الله مساء كل المشاهدين. في البداية أشكر قناة بلقيس التي هي دائما السباقة في إيصال صوت من لا صوت له للجهات المعنية، وكل من استطاع إيصال صوتنا
إيصال أصوات الموظفين، كل القطاعات، أكاديميين، كل من كان ضحية في هذه الحرب اللعينة. أتكلم باسمي وباسم أي مواطن يمني، خاصة موظفين وأكاديمي جامعة عمران، المنقطعة رواتبهم لأكثر من 4 سنوات. نقول في البداية أن انقطاع الراتب عزيزتي جريمة مكتملة الأركان، وسوف تكون وصمة عار في الحكومة اليمنية، والتي كانت سبب في أن الأكاديمي يهرب إلى الخارج ليبحث عن لقمة العيش، أو أن ينزل إلى الشارع، أو أن يلجوا إلى المنظمات. فالواقع عزيزتي لا, 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 لا نستطيع أن نضيف أكثر مما نجده في الواقع. الواقع يتحدث. الأكاديمي والمواطن اليمني أهين بكل بأبشع الصور، وكانت أبشع صورة هي انقطاع مرتبة. فهمتي عزيزتي؟ نعم. كان الأكاديمي كان معزز مكرم. نتكلم بشكل عام، نتكلم بشكل عام عن انقطاع المرتب في جميع القطاعات، ونتكلم بشكل خصوص عن الأكاديميين الذين أهينوا ونزلوا إلى لجأوا إلى بلاد أخرى واستفادت من خبراتهم بلاد أخرى، ناهيك عن الأكاديميين الذين سافروا ولجأوا في تحقيق أحلامهم ووفدوا إلى بلاد أخرى معتمدين على مرتباتهم، ووجدوا أمرين. أما الجزء الأول، انقطع مرتباتهم، ناهيك عن تأخير المستحقات. ومنهم من تخرج ووجد المفاجأة والصدمة الكبرى أنه لا يوجد تسوية. كانت الحملة، بدأت هذه الحملة المليونية يوم الجمعة، تاريخ تقريبا 6/5. بدأت هذه الفكرة من مجموعة من الطلاب الأكاديميين، إلا أنها لم توجد أي تجاوب من أي جهة معنية، ولا لمجرد تغريدة واحدة من قبل الحكومة. لماذا؟ ما ذنب الموظفين؟ ما ذنب الموظف الذي واضع تحت سيطرة هذه الفئات المعنية؟ ما ذنبه؟ يعني يهان في الداخل ويهان في الخارج، وفي الأخير وضعت جذور الحياة بالنسبة للمواطن اليمني الذي هو راتبه. خرج كل عزيز من بيته إلى الشارع ليمد يد الحاجة. يعني الواقع يا أختي مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. نعم يا أستاذ ابتسام، برأيك من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية هذه الإشكالية المستمرة؟ من بيده القدرة على الضغط على كافة الأطراف لصرف الرواتب والانتظام بها؟ الحكومة هي التي بيدها كل شيء. الحكومة معترف بها رسميا. لماذا الحكومة تستلم رواتب بالمبالغ الباهظة؟ وإحنا كأكاديميين لا نستلم إلا 20,000 ريال، يعني ما تتجاوز 50 دولار أختي. يعني الحكومة تستلم المبالغ الباهظة، ونحن الموظفين لا يوجد مرتبات، لا يوجد. الحكومة هي بيدها كل شيء، هي معترف بها رسميا. ونتمنى من الجميع من له أي يد أن يتدخل في هذا الموضوع الإنساني، لأن المرتب طلع جذور الحياة من المواطن اليمني. ما هي مسؤولية الحكومة وموظفين الحكومة؟ ما هي مسؤوليات الحكومة وموظفين الحكومة؟ لماذا وجدت الدولة؟ أليس لأجل أن تقوم برعاية مواطنيها؟ بالضبط، وجدت الحكومة لأجل أن ترعى مواطنيها وتحقق له حرية العيش، يعني العيش بكرامة بحرية. أهين المواطن اليمني من جميع الجهات، أهين. وآخر إهانة له كانت هي الصاعقة بالنسبة للمواطن اليمني هي انقطاع الراتب. يعني كأنه المواطن اليمني صبر على كل مر انقطاع الراتب، وصل إلى آخر مراحل الصبر للمواطن اليمني، قطع جذور الحياة بالنسبة له. الحملة بدأت بأنها كانت من مجموعة من الطلاب الأكاديميين، فتلقت تفاعل كبير من ناشطين وأكاديميين، فشملت كل القطاعات تحت شعار نحن نطلب مرتبنا الشرعي والدستوري لجميع المواطنين. نعم، شكرا لك يا أستاذة ابتسام. وهدفه هو تسليم الراتب كاملا وبشكل منتظم. شكرا لك يا أستاذة ابتسام زيلعي، باحثة وعضو في هيئة التدريس في جامعة عمران. شكرا جزيلا لك. معنا دكتور محمد الحداد، أستاذ جامعي. مرحبا بك دكتور محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم. أهلا بك، تفضل دكتور محمد. أولا أشكر قناة بلقيس على تخصيص هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، على اعتبار أن المرتب حياة،
ثانيا اعتقد ان الاخوه في مداخلاتهم قد تحدثوا عن جميع الافكار التي كنت اود ان اطرحها، ولا يسعني هنا في الاخير الا ان الخص ربما ما قالوه. ف بطبيعه الحال بانه موضوع قطع الراتب هو موضوع لم يسبق ان حدث في اي مرحله من مراحل التاريخ او في اي بلد من البلدان، وبالتالي فان هذا موضوع سيسجله التاريخ سواء للحكومة أو للأمم المتحدة أو لمن كان سببا في قطع المرتب. ثانيا يا أستاذتي العزيزة، المرتب لا يخص الموظف فقط، فشريحة الموظفين ومرتباتهم هي المحرك للحياة الاجتماعية والاقتصادية، فالراتب عندما يأتي إلى الموظف أو إلى الأستاذ الجامعي فإنه يستفيد منه الجزار، ويستفيد منه صاحب البقالة، ويستفيد منه صاحب البيت وإلى آخره، وبالتالي فإن تعطيل صرف المرتبات يعطل الحياة بشكل عام، ويعطل حياة شريحة كبيرة من مجتمعنا. نعم دكتور محمد، بما أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة خلينا نختم برسالة مختصرة توجهها عبر برنامج المنصة وقناة بلقيس. الرسالة هي ربما ثلاث رسائل. الرسالة الأولى هي الراتب حياة، الراتب حياة. والرسالة الثانية لا للانتقائية، لأن هناك من يستلم وهناك من لا يستلم. والرسالة الثالثة إلى الكل، إلى كل المتصارعين، فليبتعدوا عن تسييس موضوع المرتبات. وأسألهم سؤال: إذا كنتم قد جوعتم هذا الشعب وشربتموه وقطعتم معاشه، فمن تريد أن تحكموا؟ وشكرا لكم. شكرا لك دكتور محمد الحداد أستاذ جامعي. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أعود لأذكر أنه كان لدينا تصريحات من الشارع اليمني قام بأخذها مراسلنا، ولكن لم نتمكن بعرضها لكثافة الاتصالات، أتحنا الوقت للمتصلين. شكرا لكل من تفاعل، وهذه دعوة لكل الصحفيين والإعلاميين والناشطين للتفاعل مع حملة الأكاديميين والتربويين وفي هذه الحملة. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.